زوينات الغزالات، سلام خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحه جيده وبخير، ناشطين وفرحانين ان شاء الله. غبرت هاد الايامات حيت الخدمه كي كنجي كنتراح وصافي، ما كيكونش عندي الوقت زعما باش نصاوب شي حاجه. اليوم الويكند ما خدامش وقررت نصاوب معكم هاد الكاطو تاع لا فيت دي بير، حيت غدا كاينه لا فيت دي بير وبغيت بنتي تعطيه لباباها. هو نورمالمون قلت لها باش تصاوبوا معايا، مي ما بغاتش، ما كتبغيش تبان في الكاميرا. يلا تبعوا معايا زوينات الغزالات اخوتي، غادي نعطيكم المقادير. الوغ عندنا هنايا 200 غرام ديال لا فارين، عندنا هنايا سكر سنيدة، عندنا فيه 75 غرام، وعندنا هنايا الزبدة تكون على درجة المطبخ، دابا راه سخون الحال، فيها 75 غرام حتى هي. عندنا بيضة كاملة، اون كويير كافي ديال لا لوفور، وعندنا ان ساشي ديال الفاني، وعندنا صفر ديال البيضة، عندنا 50 غرام ديال لا بودر داموند. وبالنسبه للتزيين عندنا هذا البيض تاع بيضه، وعندنا السكر كلاصي. وبالنسبه للتزيين عندنا هذا لي بونبون صغارين، وهذا الفيرميسال ديال الشوكولا، وهذا حتى هو التزيين. وهذا غادي نديرو به الكلاصاج، هاد البيض البيضه مع سكر كلاصي غنديرو به الكلاصاج لهذاك الصابلي ديالنا. يلا تبعوا معايا زوينات الغزالات. هانتوما البنات غادي نبداو، غادي ندير كلشي في هاد الطراب باش نطرب كلشي او ميم طون، فوالا بلا ما نعذبو راسنا. عندنا هنا شنو غادي نديرو، غادي نقبض سنيدة هي الاولى، ندير سنيدة سكر سنيدة، من بعد غادي ندير هاد البيضة، بيضة كاملة، وغادي نزيد عليها هذاك الصفر ديال البيضة، ومن بعد هاد خنيشة ديال الفاني. واش بقى لنا اخر؟ عندنا هاد لا بودغ داموند، هانتوما بقات لنا زبدة 75 غرام ديال الزبدة، و شنو اخر؟ دقيق 200 غرام، و في الاخير تاع العجينة ديالنا غنديرو هاد معلقة صغيرة ديال الخميرة. و هادشي بقى لنا دابا يتزين، غنخلوه هو الخف، دابا غادي نطربها ونرجع لكم. انا رجعت لكم البنات من بعد ما كتجمع لنا العجينه بحال هكذا، لاباط ديالنا كتولي بحال هذا الشكل هكا، هانتوما شفتها هكا. المهم كناخذوا واحد الشيفون ونغطيوها بحال هكا ونديروها في الثلاجه لمده هذا نص ساعه 30 دقيقه ونخرجوها ونعاود نكمل معكم. هانتوما البنات انا خرجتها من الثلاجه بعد ما جلست نص ساعه تقريبا، دابا غندير شويه دقيق هنا وصافي. دابا غادي نورقها، الا بقات كتشقق شويه غديروا لها غير دقيق بحال هكا، غتجي بحال هكا. نتوما ديروا هذا الطابع اللي بغيتو، انا اختاريت هذا، ها
غندير هذا تاع القلب حتى هو، ومن بعد الى شات ليا العجينه غادي ندير لو بي اي لو ا. زعما لا فيت دي بير سافي دير بابا. Alors, j'ai vu du cœur la tadienne, non? C'est long, non? On va dire comment je m'en fais à l'arrière. Il y a ça au petit hajar, je vais dire en fait. Je vais faire cadeau. On va dire à tout le monde, le baba. العجينه هذه اللي بقات ليا غادي نصاوب بها هذوك الحروف نتاع ا ونتاع بي، لو ا اي لو بي. انا نوريكم، انا نورمالمون ما عنديش هذاك الطابع ديال ا وديال بي، مي لقيت واحد لا سوليسيون اللي غادي ندير. انتما لقيت هذا بحال تاع لا غبغا، غادي ندير ليه بحال هاد الشكل هكا. بغيت ندير منو جوج، يعني باسكو راه كاين لو ا جوج المرات، و لو بي لقيت هذا تاع النجمة، هذا غادي ندير بيه هاديك لو بي على بحال هاد الشكل. من بعد غادي نخرجهم، غادي ندير هذاك الحرف ديال لو ا. ما عندك لو ا، دابا غادي ندير هذاك لو بي. لو بي غادي نقطع من هنا شويه، نحيد هاد الطريف هاهو، ونحيد غير هاد الجنب هكا، ونخلي هاديك النجيمه باش تجي زوينه، وصافي هاد الطريقه فوالا على هاد الشكل هاهو. وصافي ونستمروا حتى نكملوا هذيك الأخرى حتى هي. هانتوما البنات، هاني درتها بالفرنسي درت بابا، وهنايا كتبتها بالعربية درت بابا، فوالا. وهذا هو الكاكو اللي خرج ليا. دابا شنو بقى ليا؟ غادي ندير هذا الكلاصاج، غادي ندير هنايا 125 غرام ديال سكر كلاص، وهنايا بياض ديال بيضه. ها هو خلطوا هذاك سكر كلاص 125 غرام مع بياض تاع بيضه، خلطهم مزيان بالطراب ولا بحال هذا الشكل. دابا البنات هذه المرحله الاخيره، غادي ناخذوا بحال هكا هذا الحرف، ناخذ بحال هكا، وغادي نبقى ايطالي ندهن هو. راه ساهل ولكن كيقبض الوقت شويه، هو راه غير صابلي ماشي زعما شي حاجه، ولكن كيقبض الوقت. فوالا انا درت ليه الكلاصاج بحال هاد الشكل البنات. دابا بحال هاكا، ودابا غديرو اللي بغيتو. انا نختار هذا، ها
Voilà. البنات هانتوما شفتوا هذا هو الكادو اللي غادي تعطيه لباباها غدا ان شاء الله صوبتوا لها بهذه الطريقه هذه بواط ديال برينغلز شفتوا شفتوها بحال هكا درت لها انا بحال كوستيم بحال هذا الشكل شفتوا كتجي رائعه المره الجايه ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصاوبوا كيفاش الطريقه تصاوبوها فوالا بحال هذا الشكل دابا غادي هذا الكاتو كامل اللي كتشوفوا هنا هذا الكاتو فوالا هذا الكاتو هو اللي خرج دابا هو اللي غادي ناخذ وغادي نديرو في هذه لابواط هذه الطريقه كي كتجي بحال كوستيم avec la chemise et le papillon شفتوا الطريقه زوينه وهنا لي بوشيت لي بوش فوالا دابا هذا هو الكادو اللي غتعطي لبابا غدا ان شاء الله غادي ناخذ هذا الكادو غادي نحطو فيه وغادي تعطيه ليه بمناسبه لا فيت دي بير عيد الاب فوالا البنات الزوينات الغزالات هانتوما هذا هو الكادو تاع لا فيت دي بير شتو كي كيجي غزال يلا دابا غادي نخليكم تهلاو لي فراسكم ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله وكنتمنى كيف كنقول لكم كل مره كنقول لكم ما غاديش نغبر عليكم وسي فري كنغبر بزاف يلا زوينات الغزالات اخوتي شكرا على المشاهده ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله غو بيزو تشاو